دستوري غير قابلة للشك بقانونيتها أو دستوريتها. بعد كل المواد القانونية والكلام بدستورية عمل المجلس الدستوري الذي أتحفن به رئيس المجلس القاضي عصام سليمان، قضية الفائزون بالتزكية في الانتخابات النيابية عرقلت منذ 10 نيسان الماضي، قضية عرقلت بالشكل والمضمون. التفاصيل. أنا مقدم بهذا الاستدعاء ما يثبت صفتي ومصلحتي واختصاص المجلس الدستوري بهذا الاستدعاء. المجلس الدستوري أنا بعرفه. تم فيك أي صفة تقدم مراجعة على المجلس الدستوري؟ بدك تجاوبني بشكل خطي. ما بجاوبك بشكل خطي لأني ما بدي شرشح المجلس الدستوري وبعده. إذا واحد عمل استدام في مجلس لا لا إذا مجلس الشورى الدولي غير مختص وفقا لاشتراكاته. روح تشكي علي المرجع اللي بتعتبره صالح للشكوى. نحن عدم تسجيلها يعتبر استنكاف عن إحقاق الحق. القاضي يجب عليه أن يقوم بقول الحق. نحن هذا الاستدعاء. القاضي المحكم تروح تقول الحق. لا وكيف حضرتك قاضي؟ تفهم بالقانون؟ أنا بفهم بالقانون. أنا وين ما كان دارس. أنا مواطن لبناني معي شهادة بالحقوق، معي إجازة بالحقوق ومحامي بنقابة المحامين. عم بطلب توريد هذا الطلب. عدم توريد هذا الطلب مخالف للقانون. جاوبني عم بيقول. يدخل ضمن العملية الانتخابية. قرار الوزير من الأعمال التمهيدية. عملية انتخابية ليست تعني العملية الفعلية فقط والاقتراع، وإنما مجموع العملية الانتخابية لإصلاح المرسوم دعوة الهيئات الناخبة. استقبال استقبال. ما هو الحقيقة؟ وروح راجع بدك. وأنا عم بقول هذا استنكاف عن إحقاق الحق. أنا بعرف استنكاف عن إحقاق الحق. أنا أكبر مرجعية بالدولة، مرجعية دستورية. رئيس جمهورية برجع عندي. رئيس مجلس النواب برجع عندي والنواب برجع عندي. رئيس الملك لا يكون ملكا إلا عندما يكون خاضع للقانون. أنتوا جايين بدكم تهدروا المجلس الدستوري بالقانون. نحن مواطنين لبنانية نعرف الأصول ونعرف القانون. روح على المحكمة الإدارية، على مجلس الشورى الدولي، قدم دعوة على وزير الداخلية إنه ما أعلن فوزاً بالتزكية. حصر القانون الصلاحية بالمجلس الدستوري للبت بكافة النزاعات الناشئة عن الانتخابات النيابية، وبالتالي نحن أمام نزاع ناشئ عن الانتخابات النيابية. لم تحدد تلك المواد ولم تحصر البت بالنزاعات الناشئة بعد الانتخابات النيابية. لا يحق لأي موظف في أي محكمة كانت أن يرفض استلام أي استدعاء أو طلب مقدم من صاحب صفة ومصلحة. إذن مهلة تقديم الطعون المحددة بشهر واحد انتهت. المرشحون باتوا أمام عدم إمكان تقديم طعن، وبالتالي أمام عدم إمكان المطالبة بحقوقهم التي يرونها قانونية. تفاوتت المرجعيات فضاعت القضية. رشا الكرم، قناة الجديد.